في كتاب جميل قريته، هو مترجم عن الإنجليزي، اسمه In His Footsteps، في اتباع خطوات المسيح. بيدور حول الفكرة بأنه ما الذي كان يفعله يسوع لو كان مكاني. وبتقول القصة أنه راعي كنيسة أخذ قرار مع الشعب بتاع كنيسته أنه انقطعوا على نفسهم عهد لمدة سنة كاملة، ما يعملوش حاجة إلا بعد ما يسألوا نفسهم ما الذي كان يفعله يسوع المسيح لو كان مكاني. فمهما كانت النتائج، خسارة أو مكسب، وفعلا مشوا على كده مدة كبيرة. فبيجيب لك بقى في حياة كل واحد، وبعدين جه في الآخر دور الصحفي. مدام بتسألني على الجريدة، فكان واحد صاحب جريدة اسمها أخبار اليوم، ولما سأل نفس السؤال ده لقى إنه بينشر إعلانات كثيرة زي ما تيجي، ما بيفحصهاش، مدام بيرضي أصحاب الأعمال. طيب إيه تاني؟ يعني مثلا ساعات بننشر أخبار خلافات عائلية ومشاكل وقضايا وطلاق وحاجات وبتاع. طيب يعني ده لصالح مين الكلام ده؟ إحنا مش بنتكلم من نواحي حل المشاكل ولا نواحي للبنيان، إحنا باب يعني يكاد يكون شغال على نشر الفضايح والسلبيات دي. هل كان حيوفع كده؟ لا، إلغي تاني على طول، إلغي بقى. ويجوا يصوتوا له بتوع الجريدة ويقولوا له إحنا كده الجورنال بتاعنا هيتقفل. يقول لهم يتقفل أحسن ما يضر الناس. وبعدين سأل نفسه طيب وبعدين؟ ما كانش بس التطهير ده هو اللي هيعمله، كان هيعمل إيه إيجابيا لو المسيح هو رئيس تحرير الجريدة دي؟ كان هينشر مواضيع تهم الناس ومواضيع تفيد الناس، عن خلاص الناس وعن الشفاء وعن التعليم وعن الشباب وعن السيدات وعن العلاقات العائلية وعن الأطفال وتربية الأطفال وحاجات طبية وحاجات صحية ومعجزات وتعاليم والحاجات دي. في كلام كتير ومجالات كتيرة للناس المتخصصين فيها، وفيها مواضيع تهم الناس وتفيد الناس وتبنيهم أحسن ألف مرة من التاني. فابتدى بقى يستعين بالكفاءات المختلفة في المجالات دي كلها، سواء من رجال الدين أو رجال الاجتماع أو أطباء أو سايكولوجيست أو كل المتخصصين في جميع فروع المعرفة، بحيث يبقى كل واحد يلاقي له نصيب في حاجة تهمه وحاجة تفيده في هذه الجريدة. وقال إنه قبل السنة دي ما تخلص، اللي قطعوا العهد ده بعد ما خسروا شوية في الأول، لكن ابتدت الجريدة تكتسب ثقة الناس ويحبوها ويتسابقوا على اقتنائها وشرائها وكل حاجة. فعوضت الخسائر اللي خسرتها وزادت أكتر وبقت محبوبة وناجحة، لأنه طبعا المسيح كان عالم بكل شيء، وزي ما شهد عنه الأعداء وقالوا لم يتكلم أحد قط باسمه. فكان المؤمن يسمى المعلم الصالح، ومزخر لدى في جميع كنوز العلم والمعرفة زي ما قال عنه العهد الجديد. يعني دايما نقول لو المسيح كان في الموقف ده كان عمل إيه؟ كان عمل إيه؟ وعلى ضوء إلا كان هيعمله حسب تصرفاته وأعماله اللي مكتوبه في الإنجيل أو تعليمه نتصرف إحنا على طول، من نقعدش حتى لو سببت لنا بعض الخسائر أو بعض المقاومات من الناس بتكون مؤقتة، لأنه مستحيل إننا نرضي كل الناس. صحيح ما نقدرش نرضي الناس كلها، لكن أهم حاجة نرضي الكتاب المقدس اللي إحنا نتبع كلمة الله الكاملة، في نفس الوقت نرضي ضمائرنا احنا نفسنا، ويكون زي ما يعني العقل والمنطق والدين بيعلمنا، ليكون كل شيء للبنيان لخير الناس وبنيانها في المعرفة وفي تحسين حالتها وحياتها ومعرفتها وأخلاقها وخلاص نفسها وحياتها الأبدية، ده أهم حاجة فوق الكل يعني. شكرا يا أبونا على الكلمتين الحلوين دول، ألف ألف شكرا.